لكن القصص اللي فيها وكذا. أما الهاب هي بتاخد الخيال قصة واحدة ولغة مختلفة تدريجة مختلفة وخلاص مش موجودة في مصر. يلا صوروا بس معانا يلا صورة. لا يا فندم العكس يا فندم عشان تبقى شايف عشان الشمس. اوكي العكس العكس عشان الخلفية يا جماعة. اتفضل هنا. هي تعليم العمال بيقول لهم ابنها هنا تعليم نظر مش قرايه ولا كتابه. ده الجابع اللي حذفتك خد بقى في نهايه التاريخ. عندي ولد عندي واحد من اول ست رسائل محمد ابن شمال محمد عم حمزه تعالى تصور معانا هنا كده. تعالى عم حمزه بالراحة في النزول يا بكرين. موسيقى